مجموعة كبيرة من السجناء، آخرهم الأستاذ رشد غوش، عندهم معلومات السجناء قبل ما نبدأ، عندهم معلومات اللي يقع في العالم الخارج، الإعلام عندهم مش معلومة للسجناء؟ طبعا طبعا كأي سجين سياسي تم محاولة للتضييق عليهم من حيث المعلومة، ولكن بجدول زيارات للمحامين نحاول نبلغ لهم أقصى ما يمكن أن نحمل لهم من أخبار، نحاول باش تكون أخبار سعيدة، نحاول باش نخبوا شوية الأخبار الكعيسة، ولكن يبدو أنه أحيانا نتلذذ أن تكون أخبارنا كلها تعيسة في وضع بائس مثل الوضع الذي نعيشه، ولكن ومع ذلك فعندهم استشعار واستقراء للواقع الخارجي جيد جدا متميز، يمكن هو اللي خلاهم يعلنوا إضرابهم اللي باش تحدثوا عليه الليلة. نعم، وآخرهم إضراب الأستاذ راشد الغنوشي اليوم، بلاغ لحركة النهضة بدأ إضراب 3 أيام أو مفتوح، أكثر معلومات حول الإضراب هذا، شنو هو موضوعه الرئيسي ومتو سي مختار؟ أولا دعنا نضع الأمور في إطارها، دعنا نذكر بالوضعية القانونية للأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، رئيس مجلس نواب الشعب، هو الآن تحت مفعول 3 بطاقات إيداع، بطاقة صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، تلك المتعلقة بالمسامرة اللي أجراها بمناسبة اختتام أعمال تحركات جبهة الخلاص، ثانيا بطاقة إيداع صادرة عن قاضي التحقيق بسوسة في القضية المسماة بأنسلينجو 3، ثم بطاقة إيداع صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة أريانا قبل أن يتخلى عن الملف ويحيله على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مما يسمى أو مما يسميه اللجنة الدفاع عن بالعين الإبراهيمي بالجهاز السري، وصولا إلى حكمين اثنين بالسجن أولهما لمدة عام ونصف بناء على ما نسب له من تمجيد الإرهاب، حينما ذكر في تأذيني أخيه العبار بأنه يشهد أمام الله أنه رجل لا يخشى حاكما ولا يخشى ظالما ولا يخشى طاغوتا، ثم 3 سنوات من السجن بالنفاذ العاجل بالقضية المتعلقة بالتمويل قضية اللوبين. نعم. هذا إذا كان حسبناهم بحسب القانون الوضعي، فقد جمع إلى الآن ما مدته 8 سنوات سجن والباقي هنا ننتظر فيه. للتدقيق فقط، الحكم الأول هو 15 شهر ولا عام ونص؟ سنة ونص نعم. في القضية المنشورة أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب. طيب. عام ونص، كان عام في الحكم الابتدائي وقع تشديده إسئلة بيني إلى عام ونص. هو عنده الآن 10 قضايا تقريبا. تقريبا 10 قضايا، إذا أضفنا لهم القضية الفضيحة التي كانت منطلق قرار الأستاذ الغنوشي بمقاطعة جلسات القضاء، تلك التي أثرها نقابة أمنية مغمورة، ادعى أمينها العام أنه يحتكم على شريط لاجتماع الأستاذ الغنوشي بقيادات سلفية جهادية، ثم عند مطالبتي به ذكر انه افتقد ذلك الشريط. في العموم تقريبا 10 قضايا، 10 قضايا. طيب. منهم قضية انتهى ما تبلغت الى حكم نهائي صدر عن الاستئناف، قضية اخرى حكم ابتدائي، 3 قضايا بطاقات ايداع ونشر امام التحقيق، الى جانب قضية اخرى لم تحرك بعد. هذه لو تعودنا بها من سلطة الانقلاب ومن قضاء قيس سعيد، أنه يخزن القضايا، أنه يلعب بتكتيك كروي، أنه يرسل القضايا، يثير القضايا، يتحصل على أحكام ويترك بقية القضايا إلى يوم ما حينما تنقضي هذه الأحكام. نعم، تشعب هذه القضايا. هذه قضايا أخرى، وهذه أساسا شفناها الى الان في 2 مناسبات، بالنسبه لراشد الخياري اللي قبل خروجه ب 11 يوم بالضبط وقع تحريك قضايا اخرى واحكام اخرى وبطاقات اخرى، ايضا ضد زعيمه الحزب الدستور الحر عبيد موسى
حينما أحس بأنه قام التحقيق في أحد القضايا الموقوفة من أجلها جنحها وقرر إحالتها على المجلس الجناحي، وسار وقتئذ إطلاق سراحها، حرك ثلاثة قضايا اللي زوز منهم على لجنة على الانتخابات، هي انتخابات اخرى من الاتحاد العام لمصلحة الشغل، ليجد مبررا اجرائيا ولو صوريا لتنزيل مثل هذه البطاقات. طيب اذا نرجع للاستاذ راشد الغنوشي، الاستاذ راشد الغنوشي لماذا بدا اضراب اليوم؟ اضراب اليوم اولا هو ثاني اضراب من نوعه، اللي هو أخطر شكل من أشكال الاحتجاج، حينما شخص في مثل سن الأستاذ الغنوشي وفي مثل مؤهلاته الصحية يقرر الدخول في تجربة مثل هذه التجربة، فإن الأمر جلل. للتذكير فإنه تقريبا منذ 6 أشهر نفس الشيء قرر الدخول في إضراب رجوع مع إخوانه اللي قرروا الخوض مثل هذه التجربة. اليوم يعيد الكرة بعد سنة من إيقاف خيرة القادة السياسيين في توفي تونس ونخبة زعماء المعارضة الذين فرقتهم المنطلقات وشتتتهم الإيديولوجيا ولكن جمعتهم لدوران السجن، قرروا الدخول في هذا الإضراب. فالأستاذ الغنوشي أصر لنا بأنه ليس بأقل من هؤلاء، ولا بد أن يعاضدهم، ولا بد أن يقوم بما يمليه عليه الضمير وما تقتضيه المرحلة التاريخية، فقرر الدخول بهذا الإضراب. إذا الدخول بهذا الإضراب منطلقه نقطتان اثنتان. نقطة مباشرة، مجموعة المعارضين السياسيين والتضامن معهم فيما أعلنوه هو من تحرك. المسألة الثانية هي ما تأكد منه وما انتهى إليه من تأكيد نظرته في انعدام استقلالية القضاء وبالتالي عدم التمتع بالضمانات القانونية الكافية للوصول أمام القضاء وما آل إليه القضاء التونسي من تدهور افتقد فيه عنصري الشفافية والاستقلالية وتحول من قضاء السلطة إلى قضاء الوظيفة، لعل آخرها 3 سنوات سجن نافذ التي صدرت في حقه. هذه أيضا نقطة أخرى أكدها الأستاذ راشد الغنوشي كمنطلق لإضراب. طيب خليك معنا أستاذ مختار، خليك معنا. عفوا، النقطة الثالثة هي تظهر من خلال بلاغ الذي نزلناه كلسان دفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي الذي أكد فيه أنه يقوم بهذا التحرك من أجل تونس أكثر ديمقراطية وتعايش. هذا مما يعكس البعد الوطني لهذا الإضراب. نعم،